بعد العصر انتصارات لعبت كريم نسيم جاي كان بياخد الضحيه اللي هي لا قول لي فكرت في الموضوع ايه ازاي من الاول؟ فكرت فيه كان عندي نفسيه تعبانه قبلها باسبوع وكان عندي اكتئاب وكده. اكتئاب من ايه؟ مش عارف كان ليل كده لوحده. كنت عايز ابيعها الارضيه واخدها دي ما تبيعهاش عشان تسيبها لاولادك وكده احسن. قلت لهم خلاص ماشي. فقالوا لي استنى اما الارض بتاع القناه السلام تتباع وهيطلع لك فلوس حلوه ومباح. قلت لهم خلاص ماشي. فروحت نفس الكتاب اللي كان عندي كنت بخرج اقعد مع واحد صاحبي سمراني فرامي برضه كان بيلاحظ عليا الموضوع ده فكان بيقول لي في ايه مالك؟ فقررت ان انا ابعد شويه عشان ما حدش يقول لي تعبان ولا ايه ولا كده. الموضوع ده جالي بقالي اسبوع وكده ويوم اول يوم العيد عملت ايه؟ فكرت في ايه بالاسبوع؟ كان فكرت ان انا ابعدهم عن الحياه ومشاكل الحياه. تبعد مين؟ الاطفال يعني. اللي هم مين؟ رنا ومحمد. رنا ومحمد. ليه تبعدهم ليه عن الحياه؟ وانت حسيت كده لو ما هم يكبروا ممكن لو صعوبة في الحياة وصعوبة في مشاكل الدنيا وقلت لا ده أرحمهم أحسن وهم لو ماتوا طاهرين هيبقوا داخل الجنة. علي صوت. لو ماتوا طاهرين هيبقوا داخل الجنة وكده حضرتك يعني. علي صوت. وبعدين؟ وبعدين كان كريم نسيبي في اليوم ده أول يوم العيد جاي ياخد الضحية وكده طلع عايد على الاطفال وكده وقال لي بقى تعالى بقى. قلت له ماشي انا فاكر في اليوم ده كنت تعبان ما كنتش قادر اخرج اصلا. بس ريان قال لي انا عايز اخرج اهو عشان العيد ومراتي برضه قالت لي خدهم خرجهم هو عايد على المسايب وكده. قلت له خلاص اهو قلت له لسه قمت خارج. رحت عند مسايبي قعدت معاهم شويه ما كملتش 10 دقايق عيدت عليهم وبعدين نزلنا بصينا على العيلة وهي بتتذبح وبعدين خدتهم ورحت العيد في حتة جنبنا اسمها العيد خدتهم ورحت جبت لهم مسدسات وكده وفسحتهم وبعدين طلعت على البحر. طلعت على البحر وقمت داخل البحر على جبت لهم البلالين. وبعدين خلاص. اشمعنى رحت المدينة؟ اللي اشمعنى انت خدتهم ورحت بيهم المدينه؟ المدينه رحت يعني اخدت لهم تفسحهم جبت لهم بلالين ورحت بيهم فين بقى؟ رحت بيهم على البحر المكان اللي بيبقى فيه العربيات والملاهي والحاجات دي يعني. الملاهي وبرده وانا بقى واخد البرشام وكده. برشام ايه؟ اللي هو الترمادول. انت بتتعاطى الترمادول؟ بقى لك قد ايه؟ خمس سنين. المهم وقفت على البحر شويه ففي واحد قال لي مش هتاخد مني بلالين عشان الاطفال وكده. قلت له خلاص ماشي. خدت البلالين ودخلتهم بيلعبوا القطر اللي هو بيلف ده. وبعدين خرجت وقمت راكب عربيتي ومتجه على طريق المنصوره. قمت لافف بالعربيه ورجعت على طريق اسكندريه. على طريق الجماليه. ومن الجماليه طلعت على طريق فرسكوب. ومن هناك حصل الواقع يعني. ايه حصل الواقع يعني؟ ايه حصل الواقع؟ مفيش. انت اكيد فكرت في الموضوع ده قبل. انت فكرت هتعمل ايه قبل ما تخرج بيهم؟ فكرت ازاي هتعمل ايه؟ هتخلص منهم ازاي؟ هي في دماغي ان انا ارميهم في اي بحر عشان عشان ايه؟ عشان لو انا اي جريمه ثانيه اي حاجه ثانيه هتتعبني نفسيا يعني لو خلقتهم هتعب نفسيا لو خبطتهم سبتهم انت اقرب حاجه واسهل حاجه يعني. المهم قعدت امشي امشي اطلع على الطريق لغايه لما الكلام ده من اسبوع. يوم العيد. اي من اسبوع بتفكر في ان انت تخلص يعني تخلص منه. فكنت طالع فلقيت هو ده البحر المناسب يعني المكان المناسب كانش في حد كتير يعني فوقفت قمت ارميهم. رميتهم ازاي؟ شلتهم وقمت ارميهم. ازاي؟ قول لي ازاي؟ اشرح لي.
مش يا دوبك وقفت بالعربية وقلت له انت شايف ريان، وقلت له راح الجنة ريان، وقمت رميه وقمت ليه محمد ما صوتش؟ لا ولا على صوته؟ لا كانوا قاعدين ساعتها، كانوا قاعدين هاديين. ده مين الأول؟ ريان. وبعد كده؟ محمد. بعديها برضه ما صوتش؟ لا لا. طب ليه ما صوتش؟ ليه ما رميتش الاثنين مع بعض؟ ايه المشكلة؟ وتشيل واحد في واحد يعني. طب ما كانش يعني حد جنبك قريب منك شايفك ولا يشوفك؟ كان في ناس وصلت في البر التاني كانوا واقفين بيتصوروا سيلفي وكده و... اه ثلاث شباب هم بس ما كانوش مركزين معايا يعني. محدش مركز معاك؟ اه. وكان في ناس في الاخر كده ب 500 متر كده ولا حاجه واقفين بيصطادوا. وبعد كده؟ بعد كده ركبت عربيتي وقمت بكلم المدام وقلت لها العيال مش لاقيهم، وبعدين كلمت رامي صاحبي قلت له العيال مش لاقيهم دور عليهم. واخويا حماده بعدين قالوا له انت فين؟ قلت لهم انا جاي في الطريق اهو، كنت بدور عليهم على طريق اسكندريه من بلدنا لاسكندريه 10 دقايق. وقمت قافل تليفون عشان ما حدش يرن عليا لغايه لما وصلنا لغايه البحر. وصلت لغايه البحر لقيت مناطع البحر بقى وعمالين يدوروا والدنيا هتقل من ساعتها. بعدين واحد قال لي تعالى نبلغ المادة وعمال واحد ايه صاحبك يعني؟ لا واحد جارنا اهو. اه. هنتصل على 1 2 3 4 2 3 باين. ايوه يا فندم مش عارف ايه لازم تدوروا عليهم، هنكلم وزير الداخلية وهنكلم مش عارف ايه. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. هو ده اخر الغلط يا محمود. اخر المشي الغلط هو ممكن يخليك ان انت تتصرف تصرفات مش مظبوطه. ولا انت رايك ايه؟ الذنوب اللي انا عملتها برضه قبل كده هي اللي ايه؟ الذنوب اللي عملتها قبل كده برضه. عملت ذنوب؟ لا والله. ذنوب كبيره يعني؟ الذنوب تساوي ولادك؟ طيب التصرف نفسه اللي انت عملته مختلف يعني، لكن اه ظروف ده ربنا يحاسبك عليه، مفيش حد ما بيتحاسبش، كلنا بتتحاسب، اي ذنوب هيتحاسب. انت بتشرب ايه غير الترامادول؟ ولا ترامادول بس؟ احنا بنتكلم صدق. وايه؟ حل صوتك. وحشيش. وحشيش وايه؟ وبانجو. وبانجو؟ ابتريل ساعات. ابتريل؟ ليه بتشرب ايه كل يوم بقى؟ بتشرب كام كل يوم؟ فلوس. فلوس خفيفة يعني. ايه؟ 100 جنيه. 150. بقالك كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين؟ انت قلت لي 5 من شوية. لا 5 ترمادول. 5 ترمادول، لكن الثلاث سنين ايه؟ ترمادول. الابتريل والحشيش. هو الأكل بالنسبه لي الاعدام هيبقى اخف حاجه عندي. انا اتمنى ليه؟ اتمنى القاضي اللي يدي لي اعدام. ليه يا ابني ليه؟ ما هي طول حياتي هفضل افتكر. دي صعبه. بديل ما ولا اكل ولا شرب ولا حياه، انا ما يبقاش لي عين اصلا. ليه 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 ما يبقاش لي عين ليه؟ ليه؟ ليه عشان انا مجرم. عشان انا زي ما الباشا قال نشار. عشان انا يعني عشان انا صعب يعني. لو يعني انا حاسس لو حد تاني بيحكي الحوار اقول انت كافر بتعمل كده. حتى لو اتحكم عليا 100 مره مش هيبقى مبقاش سهل بالنسبه ليا برضه. فالقدر وربنا كده ادالي اعدامه هيريحني. والله هيريحني.